بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في ميدان الظواهر الكهربائية، وحصة اليوم بإذن الله سنتناول الوحدة التعلمية رقم 3 والتي عنوانها التيار الكهربائي المتناوب. لا بأس عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، بأن نبدأ هذه الوحدة بوضعية جزئية والموجودة في كتابك الصفحة 7 والوضعية رقم 3. تقول: يحرك وليد دواستي دراجته لإضاءة مصباحها، فانشغل بكيفية إنتاج الدينامو للتيار الكهربائي لتلبية المصباح، أدى به فضوله العلمي إلى تفكيك منوب دراجته ليكتشف سر دورانه وتحويله الكهربائي للطاقة، رافقه في هذا المسعى. فلنرافق زميلنا وصديقنا وليد وندخله معنا إلى حجرة الدرس. أبنائي الأعزاء، كي نرافقهم يجب ماذا؟ أن نقدم ماذا؟ التجربة. التجربة هذه يجب أن نحضر وشعر مغناطيس وغالفانو متر. قد نسمع أول مرة بجهاز الغالفانو متر. الغالفانومتر أعزائي المتعلمين هو عبارة عن جهاز حساس ويستشعر الشدات الكهربائية الضعيفة، وأيضا له ميزة أخرى أن مؤشره أو صفره مركزي، بمعنى توجد تدريجات على يمينه وتدريجات أخرى على يساره. الآن أبنائي الأعزاء، العمل ولا خطوات للتجربة: نوصل طرف الوشعة بجهاز الجالفانومتر، ثم الطرف الثاني بجهاز الجالفانومتر، فتكون الوشعة في دارة مغلقة. الآن الشيء الملاحظ أن المؤشر في التدريج صفر، دلالة على عدم مرور التيار الكهربائي. لاحظ معي، بمجرد ما أدى في تحريك المغناطيس بتقريبه أو إبعاده، سنلاحظ بأن هذا المؤشر أو مؤشر الجالفانومتر سيبدأ في الانحراف. لانحراف هذا المؤشر دلالة على ماذا؟ على وجود تيار كهربائي. إذن بإمكاننا إنتاج تيار كهربائي بتوفير وشعة في دارة مغلقة ومغناطيس يتحرك أمام وجه هذه الوشعة. نفس الشيء، إذا قمنا بتدوير هذا المغناطيس أمام الوشعة، إذا نستطيع أن نستخلص ميل. يمكننا إنتاج تيار كهربائي، إنتاج تيار كهربائي بتحريك أو تدوير مغناطيس بطريقة منتظمة أمام ماذا؟ أمام وشعة أو العكس. هذا النوع من التيارات يسمى ماذا؟ يسمى التيار الكهربائي المتناوب. لماذا أسميناه بمتناوب؟ لأننا سنلاحظ بأن هذا المؤشر سينحرف مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار بالتناوب. إذا قربنا المغناطيس فإنه سينحرف نحو اليمين، وإذا أبعدنا المغناطيس سينحرف إلى اليسار، بينما إذا توقف المغناطيس عن الدوران فإن المؤشر سيشير إلى ماذا؟ إلى التدريج صفر. هذا النوع من التيار، أو عفوا هذه الظاهرة، تسمى بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. ظاهرة التحريض المغناطيسي يسمى المغناطيس، نسمي المغناطيس. إذا نقول عند تدوير مغناطيس أمام وشعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متحرضا، حيث المغناطيس محرض والوشعة متحرضة، خلال مدة الانتقال وتسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي. التيار الكهربائي المتحرض هو ماذا؟ هو عبارة عن تيار كهربائي متناوب، رمزه كما نشاهد على الشاشة. التوتر الكهربائي المتناوب ينتج ماذا؟ تيارا كهربائيا متناوب. إذا فلنعد
ثلاثة من المواليد ونسأله من خلال هذه التجربة ما هي المكونات الأساسية ضد الدينامو. أكيد عزيزي المتعلم بأن هناك عناصر أساسية وهناك بعض التفاصيل الأخرى التي يحتويها ماذا؟ جهاز الدينامو. إذا أولا الدينامو هو جهاز يسمح بإنتاج تيار وتوتر كهربائيين متناوبين اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض المسائل التي قدمناها آنفا. فعناصره الأساسية وشيعة ومغناطيس. نبدأ الآن بالتفاصيل. عجلة مسلمة دورها نقل الحركة الدورانية من العجلة إلى محور الدوران. محور الدوران مصنوع من مادة الفولاذ، دوره نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس متعدد الأقطاب. المغناطيس عندما تصله الحركة سيدور أمام ماذا؟ أمام وشعة. إذن المغناطيس سيولد ماذا؟ حقلا مغناطيسيا يعمل على تحريض الوشعة. الوشعة هي عبارة عن طبيعة الحالة نسيت نحاسين ملفوف عدة لفات، عندما تتحرك تنتج ماذا؟ تيارا كهربائيا متناوبا. لا ننسى بأنها داخل نواة من الحديد اللين. دور هذه النواة هي ماذا؟ التمغنط والزيادة وتضخيم الحقل المغناطيسي. لماذا؟ لأنه تعمل، إذا أردنا التشبيه، تعمل مثلها مثل مكبر الصوت. ستعمل على ماذا؟ على الزيادة وتكبير وتضخيم ماذا؟ الحقل المغناطيسي، وبالتالي تكون ظاهرة التحريض بكيفية جيدة. الوشاعة كما اتفقنا توليد تيار كهربائي. أسلاك هذا التيار الناتج تنقله إلى ماذا؟ إلى مصباح الدراجة، وبالتالي هذا المصباح سيتوهج. هذا فيما يخص ماذا؟ ما يسمى بالدينامو. إذن عناصره الأساسية هي مغناطيس ووشعة. التفاصيل بطبيعة الحال لدينا عجلة مسننة، محور، نواة من الحديد اللين، أسلاك توصيل، ثم ماذا؟ نصل هذه الأسلاك بمصباح فيتوهج هذا المصباح. إذن صديقنا وليد تعلم في هذه الحصة بأن الدينامو يلعب دور ماذا؟ مولد كهربائي. مولد لماذا؟ لتيار كهربائي متناوب. عزيزي نحاول تقويم واستثمار ما تعلمناه من خلال هذا التمرين. أنتج تيارا كهربائيا بالحركة. قام أستاذ في حصة الأعمال المخبرية بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة بجوار وشعة مربوطة بصمامين ضوئيين، صمام أول وصمام ثاني، ومستعملا مثقبا كهربائيا. إذا هذا المثقب الكهربائي سيضمن تدوير المغناطيس بحركة ماذا؟ منتظمة أمام وجه ولا إحدى أوجه الوشعة كما يبينه الشكل المرافق. كيف تكون إضاءة الصمامين الضوئيين؟ عزيزي المتعلم كما تعلمنا سابقا بأن التيار المتناوب سيكون نوبة بنوبة. إذن أكيد سيكون توهج هذين الصمامين بالتناوب، مرة الأول ومرة الأخرى الصمام الثنائي الضوئي. السؤال الثاني، إذن أؤكد على كيفية إضاءة الصمامين. إذن هذين الصمامين سيتوهجان بالتناوب، مرة الصمام الضوئي الأول ومرة الصمام الضوئي الثاني، وهكذا العملية دوالي. وإذا كانت سرعة دوران المغناطيس بسرعة كبيرة سيبدوان ماذا؟ في حالة توهج دائم، يعني دون انقطاع. عندما نستبدل الوشعة والمغناطيس بعمود كهربائي أو ما يسمى بالبطارية،
سيعطي أكيد تيارا كهربائيا مستمر. كيف تكون إضاءة الصمامين في هذه الحالة؟ أكيد سيضيء إحداهما حسب طريقة تركيبه إذا كانت موافقة لجهة مرور التيار الكهربائي. إذا كانت موافقة لجهة التيار الكهربائي سيتوهج الأول، وإذا كان الثاني أكيد سيكون تركيبه غير موافق. إذا في هذه الحالة سيتوهج إحداهما والآخر سيكون منطفئا. عندما نغير أقطاب المولد، عزيزي المتعلم، إذا كان هذا الصمام ثنائي الضوئي الأول، عفوا الصمام الضوئي الأول، هذه طريقة التركيب نتاعها، الثاني عكسه تماما هذا الشكل، إذا هذا راح يكون دي واحد وهذا الصمام الضوئي الثاني، قطب موجب وقطب سالب، هذه بطارية بالغازة. إذا سنوصلها بماذا؟ بالصمامين، الصمام الأول والصمام الثاني. لاحظ معي، تعلمنا سابقا بأن التيار الكهربائي جهته الاصطلاحية دوما ستكون ماذا؟ من القطب الموجب باتجاه القطب السالب. في هذا التركيب سنلاحظ بأن دي واحد تركيبه يوافق جهة مرور التيار الكهربائي، إذا سيتوهج ماذا؟ المصباح رقم واحد، بينما الصمام الثنائي الثاني تركيبه لا يوافق جهة مرور التيار الكهربائي وبالتالي لا يتوهج. أخيرا عند عكس الأقطاب يصبح هذا القطب الموجب هذا القطب السالب، إذا أكيد سيصبح ماذا؟ سيصبح جهة التيار الكهربائي أيضا من الموجب للسالب، وبالتالي يصبح الصمام الثنائي الثاني موافق لجهة ولا تركيب الصمام الثاني موافق لجهة مرور التيار الكهربائي، وعليه فإن الصمام الضوئي الثاني يتوهج بينما الأول ينطفئ. نعود إلى السؤال الأول، إذا كان مولد هذا عبارة عن وشعة ومغناطيس يدور أمامها بانتظام سيكون التوهج بالتنوع. النوبة الأولى ستعمل على ماذا؟ على تشغيل الصمام الثنائي الثاني، بينما إذا أبعد المغناطيس أو أخذ وضعية أخرى فإن النوبة تكون في الاتجاه الثاني، وعليه ستكون ماذا؟ التوهج الأول، إذا سيكون ماذا؟ توهجهما بالتناوب مرة الأول مرة الثانية وهكذا العملية دورية. قد تكون تعلمت بني أن التيار المستمر له جهة واحدة بينما التيار المتناوب له جهتين مختلفتين. عزيزي لنا لقاء في حصة أخرى. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.